وتجيب توزيعات على ناس هناك. مدرسة واحدة؟ اي مدرسة واحدة. وين قريبة لو بعيدة؟ قريبة يعني. يلا خلي نروح يا شباب، نروح مدرسة ونروح مستشفى. اوديك على المدرسة ثاني. حاضر. قريبة منا؟ ايه قريبة. وجوع المدرسة هنا كل شيء. خلص 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 خلص. هاي مدرسة الخالدية كل شباب ما يفتحوها ويقعدون فيها. انتوا ليش ساكتين؟ اهل الموصل اسمعوا، انتوا ليش ساكتين؟ احكوا قولوا طالبوا حقوقكم. لما تطالب؟ افهم اهلك لما تطالب؟ حكومة ويا حكومة؟ ماكو حكومة؟ ماكو حكومة. ما عندكم هنا الا المحافظ؟ ماكو محافظ ولا حكومة؟ شو ولا محافظ؟ عمي انا يا محافظ يا حكومة ولا بوار؟ خلي بلدية جيش يلا توصل عليها. عمي الظلم هنا كثير في الموصل، الظلم كثير. الظلم؟ الظلم كثير. اه الظلم كثير. من اللي يبوغ ومن اللي يظلم؟ والله ما اعرف ايش اقول لك بعد. والله حكومة ظالمة، حكومة تبوغ كل شيء كل شيء. قاعد علينا كلها. قاعد علينا، ماكو حكومة. اللي متمسك. لكن انا ابني شهيد، شتالوا داعش لما يعبر ويروح، ظل عنده بنت عمرها سنة ونص. لا ينطوني لا مواد لا شيء، لا ينطون حفاظات اللغة. ليش ليش؟ بيوت لا حد، لا ما معنا تعويضات. شويت معانا ورحت على المحافظة كتبت عريضة. زين بس من فضلكم هسه هذا البناء اللي هناك هذا كل اهلي هذه الاملاك وما صار تعويض ابدا. ماكو صار تعويض. احنا لازم نشوف لنا واحد مسؤول هنا يعني نشوف الموضوع يا شيخ.